في مطلع تسعينات القرن الماضي وقفت المملكة أمام أزمات فاصلة، إذ أحدث غزو العراق للكويت تحولات إقليمية وعالمية أثرت على المناخ الاجتماعي والسياسي في المملكة، واستدعت بدورها اللحمة الوطنية ووحدة الصف، إلا من فئة عشقت الشاذ والنقيض فغردت خارج السرب تزعم النصيحة، أما في واقعها فهي تطعن في الوطن. أهلا بكم بالمختصر في حلقة تبحث في أحداث ما عرف بمذكرة النصيحة وتداعياتها، مع الباحث في شؤون التيارات الحركية الإسلامية خالد العضاض. حينما ألقى أحد الخطباء خطبة متجاوزة جدا وسيئة فتم إيقافه، في الجمعة الثانية لما أتى الخطيب البديل حدثت بعض الفوضى في الجامعة من أكاديميين صحويين. لاحظ دولة يعني يطالبون المملكة العربية السعودية أن تكون سفارتها في الخارج ذات مظهر إسلامي، إذا لم تكن السعودية هي الإسلامية فمن سيكون؟ صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله قال نحن نرى مجموعة من الأخطاء ولكن لا نستطيع التعديل الآن. ليش؟ لأنه إذا عدلت هذا الخطأ سيقوم عليه خطأ أكبر.